السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مع الصحه؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، بصحه جيده. شكرا بنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا، الهلا يخطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه التواب حرير دبي. اللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلوا دائما الجديد، وتضغطوا على جيمي ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش. وانا دائما نمره التليفون كنخليكم في صندوق الوصف ديال الانستغرام. مرحبا بكم عندي في اتواب قناه اتواب حرير دبي. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله نخصصو بالكريب دو سوا دوبل فاس، فيه جوج الوجوه، فاس كيكون سامبل وفاس كيكون مزوق، شي حويجه كاليتي، شي حويجه زوينه. بالنسبه لكي اللي تيبغي يدير، هذا هو الفاس لي سامبل كيبين القبيب والكميمات هكا في الفاس لي مزوق، وكي تيبغي يدير جلابه هكا كلها مزوقه وكيبين القبيب والكميمات كيكون هكا سامبل، كيقلب ديك الكميم تيديروا القليبه بحال هكا، ولا كيديروا حتى في القبيب كيجي مزيون هكا دوبل فاس، كتجي الجلبه ديالها مزيونه والتوب ديالها حرير نازله وشي حويجه ديال الصيف، وحتى الثمن جد مناسبه البنات. كنعطيكم دائما شي حويجه زوينه كتلقاو عند اتواب حرير دبي. اللي ما عارفش المحل فين كاين بالضبط، مدينه فاس بالضبط، في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم، كافي دلا فونتين. انا اون فاس ليها اتواب حرير دبي، دائما كنجيبوا البضاعه الممتازه باش كنكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان. بالنسبه لهذا الكريب دو سوا مزوق، جبنا تبارك الله شحال من نوبه، ودابا تبارك الله تباع لينا كامل، ولينا جبنا عاوتاني فيهم زويقات وغنشاركو معكم كاملين. تبارك الله دابا عندنا فيهم 4 زواقات، واللي بغى شي حويجه مرحبا به. طبعا كنرسلو جميع المدن، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا اللون في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تبارك الله هاد البلوسيل هذا فيهم الوناس مزيونين كاملين، وحتى اللي عجبكم شي لون ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كاين كذلك هاد اللون هذا د الاورانج فلاسي، تبارك الله كيجي مزيون ملبوس، هما اللي خارجين دابا طوندون، شحال الناس كيجيو يقلبوا على هاد اللوينات هادو، وكيجي التوب ديالو حرير نازل كريب دو سوا، شي حويجه كاليتي. وحتى الثمن غندير لكم البنات، الثمن جد مناسب، 230 درهم التفصيله. كنت قلت لكم في السابق بعناهم تبارك الله 250 درهم، دابا درنا بروموسيون الناس ديال الكليان ديالنا ديال القناه اللي كيشجعونا وكيتابونا عندنا وكيديرولنا لي جيم، درت لكم الثمن جد مناسب 230 درهم. وهاد الكريب دو سوا كيجي حرير نازل، ولا عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. انا مازال في المحل ديالي كنبيعو 250 درهم، يعني الناس ديال القناه ديالي اللي مابونين عندي وكيشجعوني تندير لكم دائما التخفيض باش حتى نتوما كتشجعوا وكتقداو من عندنا. وهاد الاثمنه ما عمركم تلقاوه في محلات واحد اخرين، هاد الكريب دو سوا دوبل فاس راه كيدير 350 درهم، وهذا كنعطيكم شي حويجه بالكارونتي، ما كيتسل ما كيوقعلو حتى شي حاجه، شي حويجه زوينه نفسي والعائله جربوه تبارك الله كيبقى زوين التوب ديالو. كاين كذلك هذا اللون هذا باج ترابي، تبارك الله حتى هو كيجي مزيون، داخلين فيه هذا اللون هذا، هذا الغوز هذا جي كيحمق حتى هو اللون ديالو مبرد، التوب ديالو حرير ديال الصيف، شي حويجه كاليتي. وكيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان والثقه ديال الكليان، ما كيهمناش الربح قد ما كيهمنا نكسبوا الكليان والثقه ديال الكليان هو الاساس. الى عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. اللي في داخل فاس مرحبا به في المحل ديالنا، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. وكاين كذلك هذا اللون، هذا اللون الرابع ديالو، تبارك الله حتى هو اللون ديالو جاي مزيون، هذا الخضيضر جاي هكا خضيضر مفتوح، تبارك الله حتى هو اللون ديالو جاي مزيون، والثوب ديالو كيف قلت لكم كيجي نازل الحرير، وحتى الثمن جد مناسب البنات 230 درهم فقط. هاد الثمن جد مناسب للناس ديال القناه ديالي اللي مابوني عندنا وكيشجعونا دائما، حتى انا كندير لكم تشجيعات بالاثمنه جد مناسبه. الناس بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد والتنوع، ومرحبا بكم. وكاينه كذلك هاد الزواقه هذه، تبارك الله هاد الكريب دوبل فاس سالا لينا، ما بقاتلينا حتى بياسه في المحل، كلشي تيقول لنا هاد الكريب دو صوره خدينا من عندكم وصدق لينا، بغاو يجيو العائلات ديالهم يتقداو من عندنا، ومرحبا بكم. حنا دائما تحت الطلب ديال الزبناء ديالنا. شوفوا تبارك الله على اللون هذا، بلوسيال جاي شويه بمفتوح، شوفوا تبارك الله اللونات اللي داخلين مع هذا الموطارد، هذا الغوزان ديال مع هذه اللونات هادو داخلين فيهم فنين. وحتى اللي عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. طبعا كنرسلوا جميع المدن، اللون اللي عجبكم سكريني وصيفطوه ليا نتواصل معكم. وكاين كذلك هذا اللون هذا، هذا جاد الفيغ دو بارد مفتوح، داخلين مع هاد اللوينات هادو فلاشي، تبارك الله اللوينات اللي خارجين دابا لاموند كيجيو كيحمقو من البوسين، والتوب ديالو حرير كريب دو سوا دوبل فاس. كيف ما قلت لكم في السابق الفاس علاش ما بغيتي تخيطي كتخيطي، والتوب ديالو كيجي حرير نازل وصيفي،
وكيف ما عندكم اسواق بحري دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليون، والثقه ديال الكليون هو الاساس. وكاين كذلك هذا الوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم، دائما كتلقاو عند اسواق بحري دبي الجديد والبضاعه الممتازه. كاين هذا الوين هذا بلوسيان، الفاس ديالو الثاني بلوسيان، شوفوا تبارك الله على الوينات الداخلين فيه، الوينات اللي خارجين دابا لا مود كيجيو مزيونين من البوسين. وكيف ما عودتكم اسواق بحري دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان والثقه ديال الكليان. ومرحبا بكم، الثمن جد مناسب، فقط الزبناء اللي مابونين عندنا في القناه وكيشجعونا 230 درهم. يرجعوا عندي المحل وتقول لي انا راني شفتهم في القناه ديالك، ما عنديش مشكل نحسبهم كي 230 درهم. انا مازال في المحل ديالي كنبيعوا اخر الثمن 250 درهم، راه غير بالتشجيعات ديالكم حتى حنا كنشجعكم باثمنه مناسبه. وكاين كذلك هذا الوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم، هذا الباج الترابي في الفاس ديالو الثاني. وكيف قلت لكم في السابق الفاس علاش ما بغيتي تخيطيه، كاين اللي ما كيبغيش بحال دابا هكا الزواق بزاف في الجلابه كيدير هذا هو الفاس الظهر ديالو، ودير هكا الفاس ديالو الجلابه هذه ديري هذا هو الوجه ديالو، والكميمات والقب خلاص كيبان هكا في المزوخه، راه كتجي الجلابه ديالو ديال التضخيم كتجي فنه من البوسه. يعني شحال من ديال الكليان خداو من عندنا هكا وخدموا مع الفاس الثاني اللي سامبل جاو كيحمقوا، يعني غير كل واحد والذوق ديالو. طبعا كيرجع للذوق ديال الكليان ديالنا، كل واحد وشنو تيبغي يلبس. وكاين كذلك هذا الوين هذا لو فيغ بيستاج اللي خارج دابا لا مود فلاشي كيجي كيحمق، شوفوا تبارك الله الفاس ديالو الثاني الاخر كيجي مزيون هذا الوين هذا. قولوا لي عجبكم البنات، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. والثمن جد مناسب البنات، فقط الناس ديال الكليان ديالنا اللي كيشجعونا 230 درهم فقط. وكاين كذلك هذا الوين هذا الفاس الثاني ديالو بلون كاسي غير مزيون مفتوح، اللي كيعشق هكا الوانات المفتوحين في التويبات الجلالبه كيجيو مزيونين. بالنسبه لهذا التويب هذا ديال كريب دوبل فاس، الا بغيتي ديري حتى قفيطن راه كيجي مزيون، قفيطن ديري في هذا الفاس اللي مزوق كيجي مزيون ملبوس، والتويب ديالو خفيف وصيفي، شي حويجه كاليتي. وكاين كذلك هذا الوين هذا الفاس ديالو الثاني جاي بلوسيان مغلوق سماوي، شوفوا تبارك الله على هاد الوينات اللي داخلين فيه كيجيو كيحمقوا، والتوب ديالو كيجي خفايف كي قلت لكم في السابق كيجي نازل الكريب دو سوا دوبل فاس كيجي مزيون التوب ديالو. وبالنسبه لهاد التوب هذا ديال دوبل فاس كيرا في المحلات وحده اخرين كيدير 300 درهم 350 درهم، انا فقط الكليان ديالي 230 درهم. وكاينه كذلك هاد الزواقه هذه حتى تبارك الله جايه مزيونه، اللي ما كيعجبوش هكا الوينات ديال الوراضي وهذا، هاد الزواقه كتجي مزيونه، هذا موف بارد مفتوح مع هاد الوينات اللي داخلين فيه تيحمقوا حتى هما جاي مزيونين. وكيف قلت لكم في السابق راه كيصلح جليلبات اولا كيصلح قفيطنات، يعني الذوق لكم الاختيار. والثمن جد مناسب 230 درهم. طبعا التصالة دائما كتكون فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. وكاين كذلك هاد الوين هذا الفاز ديالو الثاني هي بلون كاسي، الزواقه مغير على اللي وريتكم في السابق، تبارك الله حتى هي جايه مزيونه، وهاد الوينات اللي داخلين فيها كليغ جايين مزيونين. قولوا اللي عجبكم، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. والثمن جد مناسب بالنسبه للناس اللي كيشجعونا 230 درهم، وحنا دائما معكم مع الجديد والتنوع. البنات ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم، اللي مازال ما تابوناش يتابونا يفعل الجرس، حنا دائما معكم مع الجديد. وكاين كذلك هذا الوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم على الوينات فنين، مع هذا لاكولوغ نيود ترابي بيج ترابي ان شاء الله جاي مزيون الوين ديالو. قولوا اللي عجبكم، مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله، كنرسلوا لجميع المدن. وكاين كذلك هذا الوين هذا لو بلوسيان، مع هاد الوينات اللي داخلين معاه تبارك الله جايين مزيونين. وكيف ما قلت لكم دائما حنا كنجيبو التويبات هكا بالذوق ديالنا. مرحبا بكم البنات، طبعا كنرسلوا لجميع المدن، اللي يعجبك ما عليك غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاك. وكاين كذلك هاد الوين هذا، شوفوا تبارك الله على الزواقه جايه فيه لو فيغ بيستاج فلاش اللي خارج دابا لا مود كيجي مزيون حتى هو. وكاين كذلك هاد الزوقه هادي، شوفوا تبارك الله على التضخيم،
كتجي فن حتى هي ملبوسه. هاد لوغوز هذا اللي خرج دابا لا مود فلاشي كيجي مزيون ملبوس، والثمن البنات كيف قلت لكم في السابق جد مناسب 230 درهم تفصيله. طبعا كتكون فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. قولوا اللي عجبكم، عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللون هذا تبارك الله اللي خرج دابا لا مود حتى هو، هاد فيرجون تبارك الله. شوف على اللون هذا كيحمق، هاد البيستاش فلاشي حتى هو كيجي مزيون اللون ديالو. قولوا اللي عجبكم البنات، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللون هذا، هاد البلوسيال الفاز ديالو الثاني جاي حتى هو كيحمق. يمكن لك الا بغيتي ديري هذا هو الوجه ديال الجلابه وهذا الفاز ديالو الثاني، كيبين داك القبيب وكيبان داك الكميمات هكا مزوقين، حتى هو كيجي كيحمق. قولوا اللي عجبكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس مرحبا به في المحل ديالنا، بالضبط في فاس واد فاس قرب من شيد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتي، انا اون فاس ليها اتوا بحرير دبي. وكاين كذلك هذا اللون هذا الاورانج فلاش، شوفوا تبارك الله مع هاد الزواقه كي جايه فيه كتحمق. شوفوا تبارك الله على هاد اللوينات اللي داخلين فين جايين مزيونين. كاين اللي كيبغي هكا لي كولور فلاشي تبارك الله كيجيو مزيونين ملبوسين، وحتى الثمن جد مناسب 230 درهم تفصيله 2 متر ونص على متر و60 في العرض. والثوب ديالو كيف قلت لكم في السابق شي حويجه بالتجربه، شي حويجه كاليتي. دائما الثوب حريد دبي كتبغي تجيب الكاليتي الممتازه باش كتكسب الكليون، والثقه الكليون هو الاساس. بنات ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع جديد والتنوع. اللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا يفعل الجرس، وما تنساوش لي جيم البنات والهدايا خطيكم علينا. وكانوا هادو هما اللوينات اللي شاركت معكم كاملين البنات تبارك الله، فيهم 4 زويوقات لوينات مختلفين شي حويجه كاليتي. كريب دوبل فاس والثمن جد مناسب 230 درهم تفصيله. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، ما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس، حنا دائما معكم ولي جيم. ونتلقى في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.